نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمع بينهم في خير ويرزقهم الدرية الصالحة معنا معا والنفعة مني ومن أخواني إن كان كثيرة تستاهلونها وإن هي قليلة فتسمنها المحبة والغلا وسلامة الجميع. الله لا تين من أفداه. حياكم الله يا مرحبا نلم. والله يا مجيد الله والله يا مجيد كم عطى تزوج عبد الرحمن مجيد لا والله كنكم موجود سلمنا في دخش لا والله ما جينا لا والله ما جينا عبد الرحمن عبد الرحمن وانك لا والله دخش لا والله مرجوعه والله ما يبقى قلت والله ما يبقى والله ما ترجع زواج زواج عبد الرحمن معاوننا ب 500 هو ما نزوج يا محمد جايكم في حسابنا في دول اي والله واصل يلا حلو وزي ما قال ابو عادل قد عدم وعد الزواج والله نحن ما درينا وصلنا في عادل عند الشايب وحنا ما درينا ونبينا الرجال ذا وتواصل معه الله يطول عمره وعي اي والله ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير ولا يهينكم أبداكم جميعا. عادوا لا تخسر شر. سلام لكم السامعين. معنا لكم عاونا في ذا الزواج. جدك وأعمامك وأنا من جدك وأعمامك 12 ألف. ومني أنا وأخوانك وأهلي 10,000. ولا الدرع ذا والبشت. أو سلامتك طول عمرك. سلمت. الله يحييك. Hello.
Come on.
المبارك استجابة الدعوة بإسماء المشاهدات اللي ترونه. بارك لكم جميعا وندعو لهم بالتوفيق. نسأل الله أن يسدد الجميع وأن يتمم لهم بخير. سلامة الجميع على الله. سلامتم. الله لا يهينكم نخداكم ويعظم أجركم ومجيكم ما يستنكر ووافيين. والله لا يهينكم نخداكم ومجيكم هو العطاء. هنا عطاء كان كثير فتستاهلون ونكون قليلا فتعذرون. والله يوفق الجميع. من داخل الظرف هذا إعانة بسيطة من العبود والمشبه. سلامتكم على الله. مرحبا نلف. تفضل يديهم كم تفضل بدهم علي خلاص بدهم علي خلاص تفضل
مرحبا ألف. الله يحييكم ولا يهلكم لأخياركم وهالجميل الجاي ومجيكم هو العطا فرحبوا ثم لكم. Yeah.
صوت الرعد عمره ما دهنا عندما لجنا الغيمة وعدنا الحبون أفداء الله لا تين عظم أجرهم
يجيكم والله عطا والله يهيئكم. الله يهيئك شخصي. الله لا من الله يحفظك. الله يهيئك. عزيت وعزيت والله يحييكم ولا يهينكم نفداكم ومجيكم هو العطاء ارحبوا ثم ارحبوا. Yeah!
كلامكم؟ علي سلامتكم يسمع. سلامتكم. ما صار طاعة إن شاء الله إنه سبحانه وتعالى يوفقه. ربك جو بسلة ومباركة ما هم نفع. 10,000 من الفري الحاضر والغائب سلامة. حي الله يحييكم ومجيكم الله إنه العطاء. مرحبا نلف أرحبوا ثم مرحبوا. برايينكم ونفجار الوفي لازم يوصلون عربية وصولك الى وصولك عطى يعلمون تعلمت بتعلمتك عزمتك تشريع عزمتك تشريع ما انت اخذها والله ماني تعال صف يا ولد بي الله رهين الله رهين مرحبا نلف ارحبوا ثم ارحبوا انا عند الصرين يا ابو مهد اول عمار لكن ما فاك عندنا نعمه ما فاكم تسمعون تعبوا معنا كيف يا ابو سعيد
نقول الله يحييكم ومرحبا الف عداد السير ومرحبا ملايين وجباكم اللي جبته مبروك والله يحييكم انتم جيتكم هي العطا ومرحبا الف مرعطا والله اللي رفع السمانه ما يدري والله ما يدري ولا الله ما يدري مرحبا ملايين تفضلوا سلامكم مرحبا الف ارحب والله يحييكم مرحبا ملايين الله يحييهم الله يحييهم حياكم الله لا بالصغير ولا بالكبير مرحبا الف مرحبا ان شاء الله مرحبا يلا حيهم الله حيهم الله يبارك في اعماقكم ان شاء الله
الله يمسيكم بخير جميعا. شكم برضه؟ كيف انتم؟ طيبين. حالة. طيبين. الله يعافيك المجيء. الله يحييك. الله يعافيك ويسلمك. سلامة الجميع. كل سنة. بلغنا دعوة كريمة من النسيم الكريم ومن الأخ قاري على نفوسنا وبالعادل النفداء وجمالات الأعادل الذي أسأل الله جلة مكرسه في هذه الليلة الكريمة أن يبارك لهما ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يجعل بيته بيت الصيب والنصيب ويعلمنا ويعلمكم ويجيهنا ويجيهكم عوال الحرام بنات الحرام. وأسأل جل جلاله أن ينصر جنود المرابطين على حدود هذا الوطن العطاء. أسأل الله أن يديم علينا الأفراح وليالي الله والأمن والأمان في الأوطان. بيد العطاء من قلب عطانا في السمعة النسامة والخوة والجيلة في بيتنا ويكثر العطاء في بيت الجود ما يحترم من الجود وسلامة الجميع. سلمت والله يحييك. مرحبا ملايين. الله يحييك ومكفي مالك. عزيز. نفداكم ومرحبا ألف ميتكم هي العطاء وارحبوا ثم ارحبوا. مرحبا ألف. الله يحييهم. يا مرحبا ألف. الله يحييهم. الله يحيي ذا الجيه يا أعزاء. ارحبوا. الله يسلمكم. الله يحييهم. يا مرحبا. يا مرحبا ألف. يلا بنوم كيف الحال؟ مبروك الله الغالي. الله علينا الغالي. البركه ان شاء الله. ابو عبد الله تضرب تفضل افداك. الله عبد الله الله يحييهم. الله يحييهم. زل زل بسم الله. تفضل الله يحييهم. لا انت رفداك. بسم الله. الله يعافيك. الله يحييهم. 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 عبد الوهاب مقاتل. مرحبا جديد. سلام. ارحبوا. تفضل تفضل. يلا حيهم. كيف حالكم جميعا؟ الله يحييك. خلوا اطرافك. تفضل. السلام عليكم. مرحبا مسيكم ويبارك لكم يا كريم ويصلح لهذا المتزوجين ويستر عليهم يا كريم ويبارك لهم. اسال الله العلي العظيم يا ان الله يرزقهم ذرية الصالح ما شاء الله. وفي هذا الليل اللي ندعي الله فيه ان الله يقبل من المسلمين وينصر جنودنا المرابطين على الحدود اللهم امين ويعز الاسلام والمسلمين. في هاي لحضرتكم مبروكه جاتنا دعوة منكم والفينا معنا نفعت لكم ان هي قليلة سمنوها وان هي واجد تستاهلونها وسلامتكم. سلمتم. الله يحييكم ومرحبا لكم وجيتكم هي العطاء. ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا. الله يسلمكم. من فاكم هو العطاء نبدأ من قال يسلم. الله يحييكم. طيب يلا حيوا كيف انتم؟ السلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير. مبارك. الله يتمم بخير. الله
الله يبارك فيكم ان شاء الله. حبينا نشارك ونبارك وسلامتكم نفداكم. سالم الغانم اقلبوا نفداكم الله يحييك. يسلمكم ان شاء الله. الله يحييك. حياكم يا ابو عبد الله. مرحبا انا. الحبو. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يبارك فيكم ان شاء الله. الله يحييهم مرحبا الله يحييهم الله يحييهم الله تحييهم فرح الملايين. كيف الحال؟ الله يحييهم. طيبين. الله يسلم على البركه. على البركه. الله يبارك فيكم. بارك الله لكم وجمع بينكم في خير. بلغنا الزواج قلنا نسلمه ومعاونه. اسال الله ان الله يوفقنا وياكم من حد ويرضى. الله يحييكم. يا عمان رمزي ولا هو باللي في البال. جيتكم العطاء. الله يسلمكم. جيتكم العطاء ومرحبا ملايين واركبوا دبلكم. الله يطول عمارك مع ما يرضيه. مرحبا مرحبا حياكم الله. قوم الله حيهم. صادق نعم الله حيهم. مرحبا بك اهلا يا ابي هذا الحبوب. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام. السلام. زواج مبروك. بارك فيك. كيف الخير؟ تعال اطلع عرفنا عليك. مرحبا لنا حيهم. يلا لا كيرهم ابو علي. مرحبا لنا. الله يحييهم. الله يحييهم. الله يحييهم. الله يحييهم. الله يحييهم. زملائك من الجامعة ومن العمل ومن خارج المنطقة ومن داخلها وقدموني وهم كفوا ولا فيهم قصور. وجيناك وين طال عمرك راعي وفا وسباك طيب. جيناك بعطاء إن كانه واجد فأنت تستاهله، وإن كانه شوي فيوفره المحبة والغلا اللي بيننا وبينك. وجيناك بثمانية وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمية. والله يا المبلغ اللي في ذا الظرف إنه حقيقي وما جادونا وافين نفداك. وسلامتكم. سلمتم. نقول الله يحييكم ومرحبا ألف زملاء وغلاه وعزاز علينا وعلى الجميع. وجيتكم والله أنا غالية في أنفسنا اللي نقول مرحبا ملايين. ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا. ارحبوا يلا حيهم. حياكم الله. الله لا تهينهم. ارحبوا. الله يحييكم جميعا.
كفنتم. يعطيكم العافية. طيبين كفنتم. بالصحة إن شاء الله. طيبين. مرحبا يا عبد الله. ما سويتم. مرحبا يا شيخ. مبارك فيك مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. هذه نفعتك من اخوياك 11 مال والعضو السموحة. الله يسعدك. 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 الله مبروك مبروك الله يوفقك ان شاء الله ويرزقك الله يبارك فيك. مرحبا الدوم يا معزب. الله يبارك لك. مرحبا يلا حيهم حياكم الله يلا حيهم الله لا يهين مرحبا الله يمسك بالخير طول عمره ويجعل مبروك اللهم يمسك الله حيهم حياكم الله حيهم الله يبارك لك يا رب حياك الله حيهم مرحبا نرحبوا الله يحييهم الله يحييهم مبروك يا الله اللهم امين مرحبوا يلا حييهم الله الله مرحبا الله يحييكم حياتنا الله يبارك اعمار والله يهينك نحن دوجيكم سلامت مرحبوا الله يحييهم الله يحييهم الله يحييهم حياكم الله الله حي مرحبا مرحبا الله حي الله بيت يلا حي كيف الحال اخبار كله طال عمرك مرحبا الله حي الله مرحبا الله امين مرحبا الله يحييك كيف ظنك الله حي مرحبا مرحبا الله حي الله حي الله حي ابو احمد يلا حي مرحبا الله يسلمك الله حي امين الف مبروك الله حي خير الحال مرحبا يلا حيهم الف مبروك يلا حيهم مرحبا الله حيهم كيف انت يلا حي حياكم الله مرحبا مرحبا ان شاء الله يلا حي مرحبا مرحبا الله يبارك يلا حيهم حياكم الله يلا حيهم حياكم الله يلا حيهم الله على كيفه مرحبا بكم مرحبا يا ضيف انا رحبوا يلا حيهم مساكم الله بالخير حياكم الله حياك ابو عاد حياكم الله حياكم الله السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يحييهم 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 ال
الله يمسيك بالخير يا ابو علي، ما نقول لك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهما في خير، استاهل كل خير ابو علي، اسال الله سبحانه ان يزكي صلاح النية. مبروك ابو علي، والله يصلح لك النية والذرية، وما نقول لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهما في خير، وعذر معك بالصبر. ألف مبروك أبو علي، الله يوفقك ويبني بيتك ويجعل أفراحك سنين، وفق خير إن شاء الله. ألف مبروك أبو علي، والله يبني بيتك ويجعلها ساعة مبروكة، وألف مبروك إن شاء الله. الله يمسك بالخير أبو علي، جانا دعوة منك وأنت تستاهل، مبارك لك بالنقود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الله يمسيكم بالخير يا ابو علي، والله يوفقك ويبني بنعمك. وش نقول؟ اللي قال له الربع كف ووفى، والكلام واحد. والله وجهك بالخير يا ابو علي. اسال الله سبحانه وتعالى. انت جيت هنا؟ لا انا ما انا بطلع انجليزي، ما اعرف الانجليزي بالله. من وفاك ومن كلمه زين عرب تقديرا لشخصك الكريم، وانت تستاهل بالانجليزي. سلام. يروح يجي مترجم يسرق. هيا هيا أنا بترجم أنا، تعال. لا خلاص لازم أطلع عربي. يعني لازم أقرب بعد العلبة، بعد العلبة. الله يمسيك بالخير يا أبو علي، ودينا ملبين طال عمرك، والله يبارك لك ويزيدك الذرية الصالحة، والمعذرة لا جاء منك قصور ولا شيء، وإن شاء الله يعني ما تنسانا. بس إن شاء الله ما تنسانا. ها الله يمسيك بالخير يا أبو علي، ألف مبروك، الله يبني بيتك ويمسك الدنيا الصالح ويوفق الدنيا واخر، وهذه لك هدية عشان أقول لك. شرفنا بحضور زواج أخونا الغالي عابد عالم الشعر القحطاني، أسأل الله عز وجل أن يبارك له، ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله بإذن الله حنا حضرنا بما يسد عن أخوانا، أسأل الله العظيم أن يبارك له ويصلح له ويرزق الذرية الصالحة، وتحياتي للجميع والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه المناسبة السعيدة أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أحب أبارك لأخي وزميلي ورفيق دربي وصاحبي في الكلية الملازم أول حاتم بن علي الدحباني، الله يسر الله له ويوفقه، أتمنى له حياة سعيدة، والله يوفقه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ألف مبروك. أفضل الصلاة والسلام على رسول الله، تشرفنا والله بزواج أخونا عادل، ونقول له ألف مبروك، والله يبني بيتك يا عادل، ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، وأسأل الله يجعل الزواج قدوم خير وبركة عليك. شاء الله يبارك لك يا عادل. ليلك مصري والله، فكر انك عمال يسمع. ايوه معليش والله. يلا الله يبارك لك يا ابو علي ويجمع بينكم بما فيه الخير، اقل ما نسوي لك والله يا ابو علي، نتمنى لك حياه سعيده وش اسمه من الشيطان، والله انك ونعم. واذكر ربك اذا نسيت، واذكر ربك اذا نسيت.
قبل العشاء على فرصتكم. اسم القبيلة بسلامة الجميل. اسم القبيلة اللي خالد القبيلة. نسيم جميل الصديق. سلامة الجميل. تصرفون جميع. الله يكفر خير ويتم الحال والضيفون يجمون. أما من جهة الأحياء أنساب اللي جينا من أبها. والله ما يحل لنا الا عشاء الليل هم اساب والله ضيوف كل اللي جاب من برا والله تكلم على جماعه الله يكرم هذا عشاء الليل الله مرحبا نلف الله يحييكم على عشاء النشيب والزميل والرفيق مرحبا تفضلوا